إلى عمدة فالح بيحييك وأجدع تحية وأجدع سلام، جاي النهاردة عشان يدعيك ونكرم يسوع بأحلى الكلام. إلى عمدة فالح بيحييك وأجدع تحية وأجدع سلام، جاي النهاردة عشان يدعيك ونكرم يسوع بأحلى الكلام. وبكل يوم رح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب ونستمتع، يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم رح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب ونستمتع، يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم رح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب العمدة فالح راجل أصيل، على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل، على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودوار العمدة. النهاردة حلقتنا بعنوان عسل العالم، ويا مكتر الناس اللي موجودين دلوقتي اللي غرقانين في عسل العالم وشهوات العالم. يدينا الرب النهاردة ان احنا نركز الضوء، والرب يدينا كلمة حية فعالة تكون بتنبه كل شعب الرب عن عسل العالم ومغريات العالم. يشرفنا النهاردة في الدوار وجود إخواتي الغاليين على قلبي، أخويا المرنم الجميل أخويا عماد عياد. أهلا بيك يا رجل الله. أهلا بيك يا عمدة، نورت الدوار. نور بيك ربنا. ومعانا الأخت خادمة الرب الأخت إستر عزت من اسكندرية. أهلا بيك يا أخت إستر. أهلا بيك، نورت الدوار. ده نور الرب. عسل العالم، النهاردة الرب يقودنا إن احنا نقدم نموذجين للناس اتعرض عليهم عسل العالم. نموذج رفض وبقوة، لأن شايف إن العسل الحقيقي في كلمة الله اللي مكتوب عليها إنها أشهى من العسل وقطر الشهاد. ونموذج تاني جري ورا عسل العالم وغرق في عسل العالم. النهاردة هنتكلم عن رجل الله أليشع وتلميذه جحزي في القصة الشهيرة الموجودة في ملوك الثاني 5 اللي بتكلم عن قصة شفاء نعمان السرياني. جحزي يا أخت إستر وجع في عسل العالم ولا ما وجعش؟ أنا بنشوف إن جحزي منغمس في عسل العالم، مش وقع بس، وكانت شهوة قلبه كلها ان هو يجري ورا نعمان السرياني عشان ياخد ثمن الشفاء ده. مع العلم ان كان المفروض واحد زي جحزي كان قلبه يفرح قوي بان شخص زي نعمان الرب اتعامل معاه وان الرب شفاه، ويبقى شهوة قلبه تمجيد اسم الهه. لكن بنشوف ان هو ده ما فرقش معاه خالص، كان كل هدفه انه يكسب من ورا الامر ده. وده حالة مؤمنين كتير الفترة دي، ان هم منغمسين في عسل العالم، مش هممنا مجد الرب انه يظهر، مش هممنا ان اسم الرب هو اللي يرتفع، مش هممنا ان مجد الرب يعلن بقوة في حياتنا، لكن كل هدفنا احنا مكانتنا ايه، احنا هنستفيد ايه، ايه اللي راجع ورانا من ورا الخدمة اللي احنا بنعملها او بنقدمها. لكن واحد زي إليشع بنشوف ان إليشع هدفه مجد الرب. حتى إليشع بيتكلم مع جهزي وبيقول له أهذا وقت لأخذ الفضة والذهب والثياب والزيتون والكروم والغنم والبقر؟ ده مش وقته، لكن ده وقت ان احنا نعلن فيه مجد الرب، وقت ان احنا فعلا نعيش بحسب قلب الرب، وقت ان احنا نمجد فيه اسم الهنا ونرفع اسم الهنا. مش وقت الاخذ الثياب، مش وقت اللي احنا نستفيد، مش وقت ان احنا ننغمس في عسل العالم. المؤمن الرب عايزه في حاله روحيه مرتفعه. هدف الرب في حياتنا ان احنا نكون في قامه روحيه مرتفعه، في ان احنا نمجد اسمه، ان احنا نعلي اسمه، ان يظهر مجده في حياتنا للاخرين. وده فعلا قدر يعمله إليشع بانه مجد اسم اله ورفض ياخد من نعمان اي مقابل. في الوقت اللي احنا بنشوف على النقيض
حاله جهازي، انه شهوه قلبه ان هو ياخد من عسل العالم، يشبع بعسل العالم. وكانت النتيجه سيئه جدا معاه، ان إليشع بيرد عليه وبيقول له ان البرص اللي كان في العمان يلتصق بيك وبذريتك للابد بنسلك. فكان الامر صعب، كانت نتيجه الانغماس في عسل العالم كانت نتيجه سلبيه لحقت بيه وبنسله للابد. كل العالم فاني فاطل، كله قبض الريح. يلي عايز يرتاح قلبك تعالى، تعالى لمصدر الشبع الحقيقي، تعالى للإله اللي عنده الغنى والكرامة، تعالى للإله اللي أمامه شبع سرور، تعالى لصاحب الغنى الحقيقي. قول يا غير الله قول. قالها سليمان إن كل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أنصحك تاخد قرار إنك تخلي العالم مش مغرقك، مش متوهك، مش منسيك من إلهك. اسمع صوت إلهك، تعالى للمسيح. يلا نفرح يا شعب الرب ونقول له مش ممكن يرتاح قلبك يا اللي لسه ما تدور على السكة. يسوع وحده هو السكة. مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك ابدا. مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو ربحت العالم كله مش هيريح باطل، كله قبض الريح. كل العالم باطل، كله قبض الريح. ياللي عايز يرتاح قلبك تعالى للمسيح. ياللي عايز يرتاح قلبك تعالى للمسيح. مهما تعمر في الدنيا بكره لابد يجوز. اوعى الفرصه تضيع منك، اوعى الفرصه تفوز. اسمع صوت الهك تعالى للمسيح. اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. قول له ارحمني أنا الخاطي لحظة تستريح. قول له ارحمني أنا الخاطي في لحظة تستريح. وانت اللي في كورة بعيد، وانت اللي كورة بعيد. بعد ما كنت هديك ارجع تشتاق الخردوق اللي بتاكله الخنازير. وانت ياللي كورة بعيد. بعد ما كنت غير الرب يسوع. بلاحظ حاجة غريبة جدا في القصة، ان في عدد 16 يقول رجل الله إليشع حي هو الرب، وفي عدد 20 جيحزي يقول نفس الكلام.
حي هو الرب. الاثنين نطقوا باسم الرب، لكن فيهم واحد يا اخت استر استخدم حي هو الرب بالصيغه اللي الله عايزه يستخدم فيها، انه ما ياخدش. الثاني استخدم نفس الكلام لكن راح وجري. مش شايفه ان دي مفارقه شديده اخت استر؟ اكيد طبعا، وده الزمن اللي احنا فيه ده اختلطت فيه الحنطه بالزوان، لكن الكتاب قال اجعلهما ينميان معا. نعم. لكن جاي الوقت اللي الرب هيفصل فيه بين الحنطه والزوان، وجاي يفصل السمين من المرزول. هيجي الوقت ده، عشان كده لازم احنا كمؤمنين لازم نكون مستعدين، ولازم نعيش حياه روحيه تليق بمجد الرب في حياتنا، لازم نعيش حياه القداسه، لازم نرفض كل ما في العالم. العالم كل ما فيه شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه. الله مش عايز المؤمنين في الحاله دي، لكن عايز المؤمن يرفض كل عسل العالم ويدوس على عسل العالم، زي ما قال المرنم دايس على عسلك يا عالم. النفس الشبعانه بتدوس العسل، والنفس الجائعه تجد كل مر حلو. لكن لما نلتصق بالرب هنبقى روح واحد، ساعتها هنحس فعلا بحاله الشبع الحقيقي، هنحس ان احنا مش محتاجين من العالم حاجه، ان شبعنا ومصدر قوتنا وسلامنا ومصدر القوه الحقيقي والشبع الحقيقي وقت ما التصق بالرب. عايز اقول لكل مؤمن بعيد في حاله روحيه ما بتمجدش اسم الرب، اقول له لانك انت مش قاعد في الحضور الالهي. وقت ما هتقعد في الحضور الالهي وتشبع فعلا بالرب، العالم بالنسبه لك هيبقى الكل باطل وقبض ريح ولا منفعه تحت الشمس. وده اللي قالها سليمان الحكيم. سليمان الحكيم عمل كل اللي نفسه فيه وطول ما هو عايش على الارض، لكن في النهايه قال اسمعوا نهايه الامر كله. دي كانت الخلاصه، الكل باطل وقبض ريح ولا منفعه تحت الشمس. مفيش حاجه تشبع القلب غير يسوع. العالم عطاياه وقتيه في ملاهي الدنيا يا اخويا عماد، تتعبد في هياكل تانية، الأصنام الدنيا بياخدك ويشدك ويعيش نفسك في عذاب. تعال النهاردة أرفض كل عطايا العالم، تعال ضم صوتك لصوت رجل الله أليشع وتقول كده حي هو الرب، أنا مش هاخد منك حاجة، أنا مش عايز منك حاجة يا نعمان، لأن عندي إله يغنيني. العسل بتاعك ده ما يلزمنيش، ده أنا غرقان في العسل كله، ده سيدي حلقه حلاوة وكله مشتهيات. وقت الرمى بتقارن بين الاثنين، العالم والله، وانت اختار مين هتمشي وراه واختار هيدي لك ايه. عايز عطايا وقتيه ابليس هيعمل كده معاك والعالم هيدي لك، لكن عايز العطايا اللي تدوم في حياتك وتثمر فيك روح لله الهك يدي لك عطايا ابديه. العالم عطايا وقتية بملاهي الدنيا بياخدك، تتعبد بهياكل تانية لأصنام الأرض في قلبك. العالم عطايا وقتية بملاهي تعبد في هياكل تانية لأصنام الأرض بقلبك، ويشدك ويعيش نفسك في عذاب، ويجرك تجري وتتساب اللي صارك، ويلفك داخل دوامة أتعب، ويردك فاضي وما معكش إلا خراب، فاضي وما معكش إلا خراب، وإلهك عطايا أبدية وبمراحم قلبه بياخدك، تتمتع بحياة سماوية أفراح المجد في قلبك، ده إلهك عطايا أبدية وبمراحم قلبه بياخدك، تتمتع بحياة سماوية وأفراح المجد في قلبك، ويضمك لقطيع بنعمة وإيمان، ويقول لك دمي بإذن الله غفران، ده لأجلك ده الصلب وكل
هات عمرك في ايديه بامان، هات عمرك في ايديه بامان، هات قلبك هات عمرك في ايديه بامان. بشوف عزة وفخر وشرف، بشوف رجل الله رافع راسه وبيشهد وبفخر عن سيد اللي معززه لما يقول كده الكتاب: وألح عليه أن يأخذ فأبى. هو ده رجل الله أليشع. لكن بشوف مشهد مخزي يعلن عن الفقر والاحتياج لما يقول كده: حي هو الرب إني أجري وراءه وأأخذ منه شيئا. نفسي نتكلم الوقت الجاي مع الأخت إستر، هل غلط جحزي كان نتيجته خزي بس الجحزي، ولا جزء منه جه على رجل الله أليشع؟ هو كان في خزي الجحزي طبعا، ودفع ضريبة ان هو جري ورا عسل العالم، التصاق البرص بيه وبنسله. بس عايزين نقول ان هو حاول يشوه صورة إليشع لما بيروح ورا نعمان وبيقول له ان سيدي بعتني وراك عشان اخد منك الحلل والثياب والذهب والفضة. طبعا هو شوه صورة إليشع قدام نعمان، ودي حالة كتير من المؤمنين الجسديين اللي بيحاولوا يشوهوا صورة المؤمنين الروحيين نتيجة التصاقهم بيهم او خدمتهم معاهم. على الأسف بنشوف الحالة دي كتير الفترة دي، لكن عايزين نقول إن إحنا بنصلي من أجل النفوس دي، إن الرب يرد النفوس دي. وعايز أقول لكل شخص بيجري ورا عسل العالم: إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي. أنت مش محتاج تجري ورا عسل العالم، لكن الله هو بيدي بيكرم المؤمنين من كل اتجاهات. أنت مش محتاج إنك تدور على الأمور المادية والأرضية في العالم، لكن طول ما أنت عايش بأمانة مع الله وقلبك بالكامل قدام ربنا، أكيد ربنا هيكرمك في حياتك. أكرم الذين يكرمونني، وزي ما قال كاتب المزامير: خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. لذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. أنت مش محتاج تجري ورا عسل العالم، مش محتاج تجري ورا الأمور المادية الأمور الفانية، لكن محتاج تشبع بالرب. قال له داود كده: متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمال من بين بني البشر. لو قدرت أشبع بالإله اللي أبرع جمال ده، وقدرت أشبع بيه وأقول له جلسة في حضرة حبيبي أحلى من قصر الملوك فعلا، وقدرت أتمتع بجماله، في الحالة دي فعلا هدوس العسل برجلي ومش هيفرق معايا. يعني نقدر نقول الوقت اللي جاي دايس على عسلك، دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان شبعان. مر المية اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، يعطش أيضا. لكن اللي هيشرب من المية اللي أنا هديها له ينبع فيه لحياة أبدا، هيجري من بطنه أنهار ماء حي. هو ده الرب. أنا نفسي أبية وفرحانة أليشع، بالرغم أنه اتعرض عليه أكثر بكثير من اللي خده جحزي، لكنه أبى لأنه كان شبعان بالرب. صلي أنك تكون شبعان كده. كان شخص مميز والله استخدمه استخدامات رائعة، لكن لو بصينا على حياة جحزي هنلاقيها من ضعف لضعف، وفي النهاية التصق بيه البرص وبنسله للأبد. احنا النهاردة هنعلن وندوس عن عسل العالم وكل مغريات. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مر المية اللي بتعطيها عمرك ما تروي العطشان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مر المية اللي بتعطيها عمره ما تروي عطشان. مهما تحاول تغري او من مجدك تعطيني، مهما تحاول تغري او من مجدك تعطيني، يسوع انا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مرة المية اللي بتعطيها عمرها ما تروي العسل. أنا نفسي أبية، أنا نفسي أبية وفرحانة بابن الإنسان.
ابن الانسان بدمه اشتراني وخلاني ملك سلطان، ملك سلطان. انا نفسي ابيا وفرحانه بابن الانسان بدمه اشتراني وخلاني ملك. ارفض عطايا لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان، مش راح اقبلها لو كانت على عرشك راح فيك ملكني زمان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان، مش راح اقبلها لو كانت على عرشك راح فيك ملكني زمان. مهما تحاول او من مجدك او من مجدك تعبير، مهما تحاول تغيرني او من مجدك تعبير، انا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. كل المية اللي بتعطيها عمرها ما تروي مهما تزين، مهما تزين بعيوني تبقى عريان. وإذا فكرة أسجد قدامك أنت غلطان، إذا تتزين بعيوني تبقى عريان. وإذا فكرة أسجد قدامك أنت غلطان، أنت غلطان. ولعلمك أنا ما بسجد أنا ولا ركب ترفع، مهما كان أنا قلبي بتنى لو من اللي انحنى قدامي الأكوان. ولعلمك ما بسجد ولا ركب ترفع، مهما كان أنا قلبي بتنى لو من اللي انحنى قدامي اللي الأكوان. مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعبيني، مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعبيني، أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم. أنا كرة المية اللي بتعطيها عمرها ما تروي العطشان، دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان. كرة المية اللي بتعطيها عمرها ما تروي العطشان. اسم الرب. نفسي في الوقت اللي جاي الأخت إستر تدي نصيحة ختامية لكل شخص لسه ماشي ورا عسل العالم، لسه غربان في عسل العالم، تديله رسالة حية الرب ينقذه وينتشله من عسل العالم ويقدر يكون زي رجل الله إليشع يقول حي هو الرب إني لا أخذ منك شيئا. زي ما قال إليشع كده، ليس وقت لأخذ الثياب والذهب والفضة، لكن الوقت ده وقت إن احنا نقعد فيه قدام الرب، ندخل لمخادعنا فعلا ونسجد بقلوبنا قبل أجسادنا، لأن القلب المنكسر والروح المنسحق الله لا يحتقره. لكن في إحسانات من الرب غير عادية لكل نفس هتقعد بانكسار قدامه وتطلب حضوره في حياتها وتطلب أن الله يجي يملك بالكامل. الله فاتح أحضانه، في فرصة للتوبة حتى للمؤمنين، إحنا محتاجين نتوب. أرميا النبي نفسه رغم أنه كان نبي عظيم قال له توبني فأتوب، محتاجين نرجع بكل قلوبنا للرب ونقول له رب سامحنا وارحمنا على كل لحظات الضعف اللي عشناها بعيد عنك، لأن في الفترات دي إحنا ما قدرناش نمجد اسمك في حياتنا. لكن عايزين الوقت اللي جاي فعلا وقت يكون وقت الرب يمتلك فيه بالكامل،
على قلوبنا على حياتنا عشان الرب يستخدمنا فيه استخدام قوي. تقدسوا لأن غدا أصنع في وسطكم عجائب. لو عايزين فعلا الرب يملك على مصر بالكامل ويكون له مسبح في وسطها وعمود في تخومها، محتاجين كشعب نرجع للرب ونقول للرب تعالى أملك على قلوبنا وحياتنا، تعالى تمجد في بلدنا، تعالى اعلن ذاتك ومجدك. محتاجين فعلا نبعد عن كل عسل العالم ونقول للرب انت كلامك أحلى من العسل وقطر الشهاد. أمين. نقدر نقول الوقت اللي جاي من حاجة تمسك بمكاني مهما العالم يتحداني، رح أصدق وعدك بإيماني وأهدم أسوار العبودية وأنا ليا مكان في الأبدية. قول يا رجل الله قول. قالها زمان رجل الله إلي حتى متى تعرجون بين الفرقتين. انت ماشي فين؟ انت مع الله ولا مع الناس؟ اوعى تكون زي الشاب افتيخس اللي قاعد في الطاقة بيسمع كلام بولس الرسول لكن قلبه وعينيه مشغولين بالعالم. بشجع تطلع عن كل عسى العالم، حاول بيلبك رجليك، حابب يمسك فيك، حابب يبعدك عنك تكون في علاقة حية مع سيدك. اتمتع بحضور سيدك وانت رافع راسك زي رجل الله إليشع وتقول حي هو الرب، أنا مش عايز منك حاجة. وإلى لقاء قريب أعزائي ودوار العمدة. إيه
العمدة فالح يحييك واجدع تحية واجدع سلام، جاي النهاردة عشان يدعيك ونكرم يسوع بأحلى الكلام. المرنمين نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين نتعزى العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل.